ورئيس حكومة إقليم كردستان يشرف على اجتماع بشأن مشاريع عاصمة إقليم كردستان. أهلا بكم. وجه الرئيس مسعود بارزاني أشار الرئيس مسعود بارزاني خلال اجتماع لمجلس الحكم في بدء حملة موسعة للمشاريع والأعمال الخدمية لهولي العاصمة. اجتمع نجم بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان بحضور سركيز أغاجان نائب رئيس الحكومة بالوكالة، وكريم سنجاري وزير الداخلية مع نوزات هادي محافظ هولير، ونائبه كرماج عبد الله ومعاونه طاهر عبد الله. وفي بداية اللقاء أشاد نجم بارزاني في كلمة له بمحافظ هولير ونائبه ومعاونه للجهود التي يبذلونها كفريق عمل في خدمة مدينة هولير، وهذا وفاء كبير لدماء الشهداء وموصلة لنهجهم المقدس. كما أبلغهم نجم بارزاني بأن في نية حكومة إقليم كردستان بدء حملة موسعة لتغيير الطابع الجمالي للعاصمة هولير، بدءا من الاهتمام بالنظافة وتنفيذ المشاريع الكبيرة وتطوير الخدمات العامة لإحياء وأسواق المدينة وبواباتها والشوارع المحيطة بها، وذلك لتقديم خدمات متميزة لمواطنيها الأوفياء وتعويضهم عن تلك المعاناة التي واجهتها المدينة سابقا، مؤكدا على أن حكومة إقليم كردستان تقوم بتنفيذ التخطيط الجديد لهولير بالاستفادة من الاختصاصيين والخبراء الأجانب لكي يتم القضاء مستقبلا على كافة مشاكل المدينة بموجب خطة شاملة لإضفاء طابع أكثر رقيا للعاصمة. كما أكد على استعداده التام لدعم محافظ هولير لإنجاح المهام والأعمال الخدمية المنوطة به.